السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيتكم فيديو جديده. هاد لا فيديو هادي غادي نقدم لكم فيها ماسك الشعر المتضرر والشعر الجاف. دونك الناس افون دو كومونسي لا فيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وما تنساوش تضغطوا على زر اعجاب الى عجبتكم لا فيديو. دونك البنات غادي نقدم لكم المكونات اون جينيرال. غادي نحتاجوا موزه او نصف موزه، سا ديبون طول ديال شعركم. افوكادو تكون طابت مزيان بحال هذا الشكل هذا. زيت اللوز الحلو او المر اللي عندكم، انا عندي الحلو لحقاش كنستعملو حتى فوجي. زيت الحلبه وزيت الزيتون. اول حاجه البنات غادي ناخذو، اسمحوا لي، غادي ناخذو هذه الموزه هذه. غادي ناخذ غير النصف ديالها، غادي بون طول ديال الشعر ديالكم كما قلت لكم ديجا. ناخذ غير شويه منها هكا، غادي نمعكها بال عرفتي البنات. بالنسبه للموز راه بحال لاكيراتين للشعر، فريمون 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 زوين بزاف. كنمعكوها سوا بيدينا سوا بالفورشيت. دونك انا غادي نمعكها بيديا باسكو براتيك، كتولي بحال الشكل ديال العجين، كتولي معوكة مزيان باش نابليكيوها على كاع الشعر. شعري انا متضرر ولا كيطيح بواحد الدرجه خياليه، وليت كنجرب هذه الوصفه هذه والحمد لله. نقدر ندير لكم وصفات اخرى بالنسبه للتطويل. هذا بالنسبه للشعر المتضرر اللي كتكون درتي ليه لاكيراتين بزاف والصبايا والقماش وداكشي، تيكون الشعر مسكين كلبطق بزاف. هي دايره نصف موزه موجوده، خصني نمسح فيها يدي. دونك دابا غادي نزيد عليها زيت اللوز، زيت اللوز الحلو قليل منه بهذه الطريقة. ونزيدو عليها زيت الحلبة اللي حتى هي مهمة. أنا هاد لاماخك بلونتيل كنصح البنات ياخدوها، زوينة بزاف عن تجربة. بالنسبة لريحة الحلبة البنات اللي مكيبغوش الريحة وداكشي، نصحكم ديرو هادشي في الويكاند باش ما تخرجوش. وهذا المهم باش تقدر تخرج، ولكن الا غسلتي شعرك مره جوج كتمشي الريحه ما كتبقاش. ممكن نمسحي يدي بداك الموز. غادي ناخذ القليل من الافوكادو. دابا هادي طايبه ياك، غادي ناخذ من داك التحتاني ديالها. فوالا حتى الافوكادو البنات ما نعاودش ليكم. ديجا هادي انا خليتها في الثلاجه حتى طابت مزيان باش نديرها في شعري، تجي سهله في لابليكاسيون. حيتاش ملي تكونش ما طيباش ما كتجيش سهله. ممكن نحيد لها القشره هادي، كناخذ هذاك التحتاني، داكشي المحروق كنحاول ايفيتي ما ناخذوش. فوالا هاد الشكل صافي بركه، خدينا من داكشي اللي يكفينا. ما كناخذوش بزاف باش ما نكزاجيريوش، دونك تنجمعوا هذا الشيء كامل بهذا الشكل هذا. احسن ماسك البنات، احسن 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 ماسك. غادي نزيد زيت الزيتون، خاصها تكون اصليه وطبيعيه من الاحسن. اي حاجه يمكن لكم عندكم تزيدوها. هذا كيراتين طبيعي البنات، كيحافظ لينا على الشعر ديالنا او ميم طون يرطبو. بالنسبه للبنات اللي عندهم شعرهم خشين شويه ولا شعرهم واقف ما كيخرجش في البروشينغ، كتمشي عند كوافير كتقول لك اختي راه البروشينغ ما خرجش ليك، راه هذا هذا الماسك هذا البنات. كتمشي تصاوب ديريه وتصاوب تمشي تصاوبي شعرك موراه، غيخرج شعرك بحال الحرير. دونك وزيت انا كان عندي زيت الزعتر، كنت كنزيدو حتى هو كيطول الشعر ولكن ما بقاش عندي. دونك كلكم زيدوا الا كان عندكم زيت الزعتر حتى هو. بالنسبه للبنات اللي عندهم القشره يزيدوا خل التفاح. صافي ممكن تزيد داكشي على حسب الشعر ديالك شنو عندك مشكل. عندكم يا وخص طبيعي كتزيديه ماشي مشكل، عندكم القشره الطريه كتزيديها هي كترطب الشعر وكتحب وكتقويها. دونك فوالا، هذا هو الماسك اللي غادي نابليكيه.
غادي تخليها على حسب الشعر ديالك. الا كان متضرر الا كان متضرر بزاف دونك غندير راسي باش تشوفوني. الا كان الشعر ديالك متضرر بزاف دونك البنات الا كان شعرك متضرر بزاف خليه نسايه، يعني تقدري تباتي به ليله كامله ماشي مشكل. كدير البوني تدير هذا وتابليكي، خاصك ضروري ديري بونسو سوا بوني سوا داك الفيلم اليمونتيغ اللي تيكون سميتو، كدوريه على شعرك وتخليه. سينو ما عندكش متضرر بزاف كلكي تخليه ساعه ساعتين، بغيتي تمشي تصاوبي شعرك بروشينغ ولا كشي غديريه تخليه واحد ساعه ساعتين كيما قلت لكم، وتمشي مورا ديري بروشينغ مهم ماشي يخرج بوهر وهر، تقولي هذا ماشي شعري، تقولي هذا ماشي شعري. دونك ديري سوا البوني، انا عندي هذا البوني هذا هو اللي كنديرو بالنسبه لي ماسك، اي ماسك تنديرو كندير هذا البوني هذا. المهم تنخليه كديريه بحال هذا الشكل هذا وكتخليه الساعه اللي بغيتي. كتمشي لعند كان عندك سيشوار، هادشي بغيت نقول لكم، الا كان عندك سيشوار كتبقى دوز هكا السيشوار من الفوق شعرك غير هكا. كديري الاوبشن لوبسيون ديال البارد، كديريش السخون بزاف باش ما يحرقكش، دونك تديريه من الفوق هكا كتبعدي عليه شي شويه وكديريه. حنا ما عنديش دابا هنا سيشوار باسكو ما عنديش، خليته في الدار وداكشي، دونك كديريه بحال هكا باش هادوك المسام ديال الراس كيتحلو وكيتدخل داكشي كيدخل في الجذور ديال الشعر. هذا الماسك هذا اللي تنديرو كنستافدو منه اكثر، دونك تديريه في شعرك هكا مزيان ونوبه مثلا تخليه ساعه ساعتين نوبه كتبقاي ديري هكا كلا تباتي به ليله كامله، فو ميو انك تباتي به ليله كامله لحقاش كتنعسي وكيسخن راسك وداكشي وكيبقى يستنفع مزيان بالشعر ديالك. دونك فوالا البنات، هذا الماسك هذا عن تجربه بقدروه كل ويكاند ديري هذا الماسك هذا، شعرك غيولي مزيان وغادي يطوال. انا فريمون كنت وقع ليا مشكل كبير هو انني درت لاكيراتين، درتها المره الاولى وخرج لي شعري زوين وعجبني الحال وهذا، ودرتها المره الثانيه بدا كيطيح ليا شعري باسكو انا شعري ماشي حرش، شعري من الفوق شويه تيبقى يجيني داك المدرج شويه وما تيعجبنيش، من الفوق بحال من الفوق بوكلي ومن التحت عندي مسرح. بغيت داك الفوقاني بغيت ندير ليه زعما بغيت ندير الكاكيغاتين باش الفوق يولي بحال التحت. فريمون طاح ليا بدا كيطيح ليا من جدر كيطيح ليا من جدر، تخلعت فريمون وما بقيتش كندير له حتى شي حاجه، ما بقيتش كنصبغو، ما بقيتش كندير له لا ميش لا حتى شي حاجه، وليت كندير غير لي ماسك ناتوريل. مشيت للصالون زين باسكو هو لو صالون اللي كنمشي عندو انا دائما هو صالون زين، دونك ما بين احسن لي صالون اللي كاينين في اكدال، دونك هما اللي قالوا لي شعرك خاصك ما تبقايش تقيصيه، ايفيتي الصبايغ، ايفيتي البروشيك، ايفيتي كلشي حتى البروشيك ما بقيتش كنديرو، كنخلي شعري هكاك تنشف ناتوريلمون، ما بقيت كنديرلو حتى شي حاجه سوف لي ماسك ناتوريل. الزيوت ديالي شريتهم، شريت بزاف ديال الزيوت، هاد ديال الحلبه راه القرعه الثانيه اللي تنستعملها ودابا هي قربات عليا، كتنبت الشعر، زيت اللوز حتى هو كيهبطو كيهدنو وتيقادو، كنديرو حتى في البشره الوجه مزيانه لي سير بزاف. دونك فوالا البنات، وزيت الزعتر حتى هو كيقوي الشعر وهذا، وكنتسالت لي واحد الخلطه ديال الزيوت الا كنتو سي فو انتريسي باش انا ندير لكم وصفه ديال تطويل الشعر، لحقاش هذا ديال الشعر المتضرر، الا بغيتو ندير لكم وصفه ديال تطويل الشعر قولوها لي في لي كومونتير، وعلى راس العين البنات نديرها لكم بالزعفران وبزاف ديال الانغريديون فريمون زوينه حتى هي، استعملوها بزاف البنات صحباتي كنت قلتها لهم نصحتهم بها وداروها فريمون، تنتلقى بهم دابا تيشكروني باسكو الدرع عاوتاني المشكل ديال الفولار انه حتى هو كيزيد اكسيليري داك الطيحان الشعر. فريمون هاد الوصفه ديال البنات كنصحكم انكم تجربوها زوينه بزاف، انا غادي نمشي نابليكيها ونعاود نرجع لكم. دونك فوالا البنات، هذا هو الشكل كي كيجي، المهم درت ابليكي هاد الماسك كامل والشكل تيجي تضحك. المهم لي ماسك باش ان شاء الله الشعر ديالنا يولي مزيان خص ضروري نديرو دي تخوك اللي هما يقدروا يزيدوا لنا في الجوده ديال الشعر ديالنا.
دونك البنات غادي نخليه انا تقريبا شي ساعه ولا جوج سوايع، ومن بعد غادي نغسلو. انا نوريكم باش كنغسل شعري اون ديتاي. دونك البنات بالنسبه للغسيل ديال الشعر دابا من بعد ساعتين غادي ندخل لادوش وغادي نغسل شعري. دونك بالنسبه للاكام اللي كنستعملها من بعد ما قلت لكم فاش مشيت للصالون زين وقالوا لي بلي شعرك راه الي متضرر فريمون وخرجوا لي هادو. دونك عطاوني هادو اون فيت، هذا ديال سيري اكسبير ديال لوريال فيه 500 ml. دونك عرفتي ما انا كنستعمل شامبوان وكان كنعك زعما كيطلع ليا في الراس دغيا دغيا. دونك وهذا لحقاش بيسكو قال لك شي روبير لي شوفو، دونك ما بدلتش لو شامبوان. دونك دابا شي صافي ان موا من شهر 9 12 11 12 ربع شهور وانا كنديرو دابا ومازال ما سالاش. دونك ابسولوت روبير هذا كي ريكونستروير لي شوفو. Donc shampoing reconstructeur instantané, cheveux très abîmés. Donc pour les cheveux très abîmés, c'est lié à ça. Hada lnat tamen dialo bchi 150 dirham. Donc le masque dialo hada nutrifié, tawa série expert dial L'Oréal. Donc hada lnat qdrou tlqawhom fi les grands salons صالون زين ولا شي صالون هكا دي كون صالون تسمى الناس كازا بينغ بار. المهم دي كون صالون اللي تيكونوا معروفين هما اللي تقدروا تلقاو عندهم هادشي زعما هاد لي ماسك. وهذا دونك كاين هاد لي ماسك هذا اللي فريمون ريحتو زوينه هاد الناس. بعدا هاد لا غام الصفراء هي ديال الشعر المتضرر، وكاين الشعر المصبوغ ما عرفتش شنو هما. المهم هذا هو ديال الشعر المتضرر، هذه حتى هي 150 درهم. دونك هاد جوج 300 درهم فريمون حقاش انا شعري كان تيطيح بزاف. و 300 درهم فاش قالي 300 درهم جاتني غاليه شويه، ولكن المهم بيسكو غا كان كتي روبير لي شوفو. دونك انا مازال كنديرو ولا كانت شي نتيجه نقولها لكم. صراحه بانت لي شويه نتيجه، دونك من بعد ملي غنسالي التريتمون غادي نقولها لكم ان شاء الله. دونك من بعد ملي كنغسل شعري بهاد لي دو، دونك مكنزيد عليهم حتى شي حاجه لا لي بارفان ولا شي حاجه داكشي اللي كنا كنديروه شحال هادي ما بقيناش كنديروه. دونك ملي كنخرج من لادوش كنشف شعري سوا بالسيشوار بالاوبشن البارد ولا جيفيت، نحاول نيفيت كنشفو غير بالفوطه وهو تيكون باقي فازك شويه. كندير ويل دو نوا كوكو هادي وكنمشطو بهاد المسطره هادي اللي كنت ما كنتش وريتها لكم. دونك هادي خديتها من نيويوركر، الثمن ديالها 30 درهم. ديجا ندير لكم هنا البخي 30 درهم من نيويوركر مراكش. دونك هذا ديالو رطبين، خصهم يكونوا رطبين بزاف باش ما يضروش ليكم الزبابة. دونك فوالا رطبة وتا الشكل ديالها كيوت. دونك مع ويل دو نوا دو كوكو تنشد ويل دو نوا دو كوكو هكا. ديجا هذا جامد كتاخد شويه منو كتسخنو وكتابليكي في لي لونغور، ما كديروش من الفوق كتابليكي غير في لي لونغور وكتخليه ينشف. فريمون شعرك كيبقى مزيان واخا ما ديرش بروشينغ كيبقى مزيان. دونك انا ما بقيتش كندير بروشينغ نهائيا لشعري، وليت مخلياه عادي كيرتاح. دونك فوالا البنات حنا وصلنا لافان د لا فيديو. نيزيتي با دو مي فير دي لايك دي كومونتير كنبغيكم بزاف. الا كان عندكم شي استفسار ولا اي حاجه الا بغيتوا وصفه ديال تطويل الشعر قولوا لي في لي كومونتير ان شاء الله نحطها لكم. كنبغيكم بزاف الى بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.